النهاية المأساوية لغضنفر آغا، قطع رأسه وتم سحله، وبكى عليه السلطان كما لم يبكي على أبيه وابنه. كيف قتل ولما قتل؟ وما هو سبب كل هذا التحامل عليه وعلاقة صافية بالغضب منه؟ عن كل هذه الأسئلة أعزائي سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. كان لغضنفر آغا ثروة ونفوذ لا يمكن تصورهما، لم تكن ثروته قابلة للمقارنة مع ثروة أي خصي أو وزير آخر، حيث كانت تنافس ثروة السلطان نفسه وثروة السلطانة الوالدة صفية. بالإضافة إلى ذلك كان له تأثير كبير على الشؤون السياسية، لدرجة أن الكثيرين كانوا يرونه متفوقا حتى على السلطان نفسه. هذا الأمر جعله محل نقمة لدى الجنود والشعب، لتثور الانكشارية ضده أول مرة سنة 1600 ميلاديا، حيث اندلعت في مارس من تلك السنة انتفاضة ضد السلطان محمد الثالث بعدما قام بتوزيع الأموال على رجال الدولة ولم يعطي أجور الجنود. طالب الانكشاريون أنذاك برؤوس جميع المتنفذين الأثرياء ومن بينهم غضنفر آغا والسلطانة صفية، إلا أن السلطان محمد الثالث تمكن من تهدئة الأمور وطمأنة الجنود، على الرغم من أن بعض أنصاره قد لقوا حتفهم فعلا في تلك الانتفاضة، إلا أن محمد كان سعيدا بإنقاذ غضنفر وصفية. بعد ذلك بسنة واحدة، أي سنة 1601، عاد السباهون إلى إسطنبول وطالبوا مرارا وتكرارا بقتل غضنفر آغا أو على الأقل نفيه وإبعاده عن العاصمة. كانت العلاقة بين محمد الثالث وغضنفر آغا غريبة حقا، حيث كان السلطان يحبه كثيرا ويعتبره بمثابة والد له، ولذلك تفاوض السلطان كثيرا من أجل إنقاذ غضنفر مرة أخرى، ووعد الثوار بأن رئيس أغواته لن يعود إلى الفساد مرة أخرى. إلا أن نفوذ غضنفر لم يقف في مكانه، لتندلع ثورة ثالثة سنة 1603، حيث تحالف السباهون والإنكشاريون وتمكنوا من الاستيلاء على غضنفر آغا ورئيس الخصيان السود عثمان آغا، وقاموا بسحبهما من القصر على طول الطريق المؤدية إلى البوابة الثالثة من توكابي. تم قطع رأسي وعمل بمنتهى الوحشية. عندها يروى بأن السلطان محمد الثالث جلس يبكي على غضنفر آغا لساعات، حيث خسر صديقا مقربا وخادما في مكانة والده. نجت السلطانة صفية من هذه الثورة أيضا، حيث كانت مكروهة جدا لدى الجنود، إلا أنها وبوفاة غضنفر آغا خسرت داعما كبيرا لها في الحريم. أعزائي، هكذا كانت نهاية هذا الآغا. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.